بعث حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه برقية تعزية ومواساة إلى أخيه صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة في وفاة الشيخ منصور الأحمد الجابر المبارك الصباح وقد اعرب جلالته رعاه الله في البرقيه عن خالص تعزيه وصادق مواساته لسمو امير دوله الكويت ولاسره صباح الكرام سائلا جلالته المولى القدير ان يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه ويدخله فسيح جناته وان يلهم سموه والاسره المالكه الكريمه جميل الصبر وحسن العزاء